إذا قيل من هم شرار الخلق عند الله؟ فقل هم من افتتن بالتصوير وبالقبور. الدليل في الصحيحين، ذكرت أم سلمة رضي الله عنها كنيسة رأتها في الحبشة، ذكرتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بها من التصاوير، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله.